بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا نتكلم عن الغسالة ال جي. طبعا زي ما احنا شايفين الغسالة ال جي يعني ما شاء الله ربنا يعني يبارك. الدرج المسحوق من شدة المسحوق عامل ازاي؟ انا بشد الدرج انا مش عارف اطلع الدرج اصلا، يعني انا بتخانق مع الدرج عشان يطلع. يعني الدرج هون عمال اشد فيه مش عايز يطلع. ليه؟ لان المسحوق من كتر المسحوق مالي هون ما بين الكفر اهوت الخارجي اهون من هنا زي ما احنا شايفين كده. طبعا دي مشكلة كبيرة قوي، الدرج مش قادر يطلع من مكانه، المسحوق عامل زي السامك ده بسبب كتر المسحوق. وطبعا صوت الغسالة يعني مش هنوصي عليه برضو، فيه مشاكل اهوت. هنعمل لها تيست اهوت باور. لو نلاحظ صوت الغسالة عالي جدا، انت بتعمل ازاي؟ طبعا ده بيلي بنسبة 100%، ربنا يستر على الموتور. زي ما احنا شايفين كده احنا اتكلمنا في موضوع الدرج. طبعا الدرج كان مشاكل جامده وبالتالي اثر على المسطره بتاعه الحله اهي زي ما احنا شايفين. نيجي نبص بقى على الحله بتاعتنا. طبعا الحله الطين الروسي حتى من شده الطين اللي في الغساله طلع اصلا مع العمود اهو زي ما احنا شايفين عامل ازاي. ده طين في الغساله خالص عامل ازاي. والحله ما شاء الله يعني خيرات ربنا فيها كتير اهيت. يعني بصراحه انا مش قادر اتكلم، موضوع صعب جدا. دي كلها رواسب عامله ازاي؟ حاجه فوق الخيال يعني. بالتالي من شده الرواسب اللي في الغساله والطين في الغساله ده كله بسبب كتر المسحوق. ست البيت دايما تقول لك ايه ده، انا لما كتر المسحوق الهدوم تنضف اكتر. بقى بالعكس، كتر المسحوق زي ما احنا شايفين كده، دي الحاله اللي احنا وصلنا لها بسبب كتر المسحوق. فيعني برجو بترجى الناس ان يا ريت ما يكترش المسحوق. زائد حاجه ثانيه، ان كتر المسحوق مع ايه اللي عمله كمان في الغساله؟ كتر مسحوق وكتر الهدوم في الغساله. ايه اللي حصل في الغساله تاني؟ الحله حصل فيها شروخ خارجيه اهي، شرخ اهو. ده بسبب ايه؟ بسبب كتر المسحوق. شرخ اهو بسبب كتر المسحوق. الحله كلها دمعت من ورا، ده كله بسبب كتر المسحوق وكتر الملابس. البلي زي ما احنا شايفين ربنا كرم اهو بالسلامه وبوظ. فيعني يا ريت يعني محدش ما نكترش المسحوق، يا ريت ما نكترش المسحوق. مش عارف اعمل ايه مع الست المصريه عشان ما نكترش المسحوق. دايما المصريين اللي عندهم الشكاوى بتاعت كتر المسحوق دي. فنرجو من سيادتكم ان احنا ما نكترش المسحوق. طبعا دي الحله بتاعتنا. هو كده الغساله دي هتكلف نص حله وهتكلف بلي. بيجي ونص حاجه. الحمد لله من الصليبه يعني ايه ربنا كرمها وما حصلهاش حاجه. وستاير اهي كمان، حاجات من الستاير اهي، حديد اهو بتاع الستاير. دي حديده من الستاير اهيت، سلك اهو، ده سلك ستار اهو كده سقطناه. سلك ستار والبانل هو زي ما شايفين. طبعا عشان التفاصيل موضوع كتر المسحوق، ان انا بتكلم كتر المسحوق زي ما احنا شايفين كده. الدرج من جوه، سقف الدرج من جوه عامل ازاي؟ مسحوق، ملان مسحوق، زائد طبعا رواسب الميه. يعني الله المستعان، الله المستعان. فيا جماعه يا ريت ما نكترش مسحوق وما نكترش ملابس في الغساله. الحاجه غاليه عشان الحاجه بتاعتنا تبقى ايه تمام ما فيهاش مشاكل وما تكلفناش فوق طاقتنا، فما نكترش المسحوق. طبعا احنا كده هنشيل بقى الاولوسي. ده الاولوسي ده هيتشال وهيتشال السخان. طبعا السخان زي ما انتم شايفين المسحوق عامل عليه ازاي. ونشيل السخان. السخان ده برضه هيتشال وهنجيب نص حلة جديد. هل انت موبايل؟
اكتر هو الحاجه بتاعت غسالة البنت. لا مش هنتجوز ليه يعني؟ ما انا عارف اطلع. طبعا زي ما انتم شايفين دي المسطره اهيت اللي عامل في المسطره كده قطر المسحوق زي ما احنا قلنا فيت تقريبا يعني نص المكيال تلات ارباع نص المكيال في الدرج في الناحيه الواسعه وربع في الايه في النقطه اللي هي الصغيره. طبعا زي ما احنا شايفين الدرج اهوت الدرج زي ما طبعا ده الدرج واحنا فتحناه قسمت الاثنين اهوت عامل ازاي عشان يتنضف. طبعا ده كله بسبب رواسب الميه ويعني ده برضه كتر مسحوق. والجزء التاني اهوت اللي هو اللي فوق الوش اللي فوق زي ما احنا شايفين انت طبعا رواسب الميه الاسود ده رواسب الميه واللي انت شايفينه ده المعجنه دي كتر المسحوق والزهره اهي مع بعض. طبعا ده كله غلط مينفعش يا ريت نخلي بالنا من موضوع كتر المسحوق ده. الرواسب الماء دي احنا علاجها طبعا زي ما احنا شايفين الغسالة اقدر اجيب لها فلتر وبالرغم من ذلك ده احنا شايفينه في الغسالة ده فلتر اهو بمرحلة واحدة شمعة واحدة. يا ريت كل الناس تستخدم الفلتر اللي هو ابو شمعة واحدة ده عشان المية عندنا سيئة جدا. طبعا الصورة اصلا يعني هي بتتكلم لوحدها يعني المسحوق نفسه كان البلاستيك بتاع الدرج من قدام يعني كان الجزء بتاع البلاستيك هو بتاع الدرج متاكل اهوت الحرف بتاع الدرج نفسه متاكل من قدام بسبب المسحوق والرواسب الميه. ده الحرف اللي متاكل اهوت الجزء من اول هنا لحد هنا ده متاكل. دي طبعا ميه كلها طبعا برضو الاثر بتاعه داخل هنا في قلب الكاوتشه بتاعه الترومبه اهيت ده الاثر بتاعه برضو مسحوق اهو مع رواسب ميه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.